سبع حاجات لازم تعملهم عشان تحقق اعلى نتيجه ممكنه وتضمن الامتياز في الماده وتحقق الاستفاده الكامله بكل سهوله. واحد، اعرف ايه المطلوب منك بالظبط. خلال السنه الدراسيه بيكون عندنا عديد من المواد، وكل ماده بيكون لها مفاهيمها وافكارها ومصطلحاتها الخاصه بيه. لازم تكون عندك فكره كامله عن الماده قبل ما تدرسها، ولازم يكون عندك تصور كامل للماده قبل ما تبدا تتكلم عن اي شابتر فيها بشكل منفصل. ايه علاقه الشابترز دي ببعضها في صوره تسلسليه لنتيجه توصل بيها في اخر الماده؟ لازم قبل ما تنزل البحر الكبير لازم تكون عارف بدايته فين ونهايته فين، وايه المطلوب منك خلال نزولك ده عشان تقدر تطلع باعلى استفاده ممكنه. لو انا مش عارف انا بتعامل مع ايه، عمري ما هقدر احقق منه استفاده. لازم اربط الشابترز اللي انا بذاكرها بالماده بشكل كامل، واعرف تسلسل المعلومه ماشي ازاي عشان اعرف مكاني فين وعشان اعرف انا المفروض رايح فين. ما ينفعش اذاكر جزء معين او صفحه معينه بشكل منفصل، او اذاكر شابتر معين اقول انا كده فاهمه. لازم تربط الشابتر ده بالماده ككل، ولازم تبقى عارف ايه المطلوب منك خلال الماده بالكامل عشان تقدر تحقق منها الاستفاده الممكنه، وما يبقاش مجرد سؤال بتحله في الامتحان، ومجرد ما تخلص الامتحان يبقى نسيته، حتى مش هتعرف تفتكره حتى في الامتحان لو هو بتذاكره بشكل منفصل. 2، اهتم بالتفاصيل. ما تستناش لحد الامتحان النهائي عشان تبدا تذاكر الماده وعشان تعرف ايه المطلوب منك فيها. ابدا من بدايه السنه الدراسيه واستغل الوقت الكبير اللي بتاخده من بدايه السنه وحتى الامتحان النهائي في تحصيل اكبر استفاده ممكنه من الماده، وذلك عن طريق انك تذاكر كميات قليله على مدى بعيد احسن من تذاكر كميه كبيره في مدى قليل. ده هيضمن لك انك تركز في ادق التفاصيل وتقرا اللي بين السطور وتقدر تفهمه وتستوعبه كويس، وكمان تقدر تفتكره كويس. وده لان كتير مننا بيستنى لحد ليله الامتحان عشان يطبق ويذاكر كميات كبيره جدا جدا، ويدخل الامتحان مش فاكر اي حاجه خالص، او على الاقل اللي بيفتكره بيبقى كميات قليله من المفروض انه ذاكر. فليه تضيع على نفسك فرصه كبيره طالما انت كده كده هتبذل جهد؟ ليه ما تخليش الجهد ده موزع السنه كلها بحيث انت تطلع باعلى استفاده ممكنه، وكمان تقدر تفتكر اللي ذاكرته كويس جدا يوم الامتحان. 3، اسال كتير. ما تكسفش انك تسال في اي جزء مش فاهمه، وما تعديش اي حاجه من غير ما تستوعبها استيعاب كامل، لانك مش بس هتخسر الجزء ده لو جه فيه منه سؤال ومعرفتش تحله، لكنك بتبعيه هتخسر فهمك الكامل للماده، وده هياثر على استيعابك للماده ككل وانك تحقق فيها الاستفاده المرجوه. وده لانك كطبيب مش بس بتذاكر عشان تجيب اعلى تقدير، ولكن كمان عشان تكون ثقافه عامه للماده، لان من خلال الثقافه دي هيكون شغلك بعد كده وهيكون حديثك مع المرضى. مش هتقدر تتكلم وتقدر تناقش اذا كنت انت من جواك مش عارف الا جزء بسيط جدا اللي هو بيجي في الامتحان. لازم يكون عندك ثقافة عن المادة، وده مش هتجيبه الا من خلال المذاكرة الكتير والاسئلة الكتير. 4، وحد مصادرك. ما ينفعش تشتت نفسك بين مصادر عديده. ما ينفعش تذاكر من هنا وهنا وهنا، وكلمه من هنا على كلمه من هنا، وكتاب من هنا على كتاب من هنا، وتبقى حاطط قدامك كتب كتير وعمال تبص في دول في نفس الوقت، خايف ان معلومه تفوتك من هنا او معلومه تفوتك من هناك. وحد مصادرك بشكل كامل. لازم مذاكرتك الاساسيه تكون من مصدر واحد، وتبقى عارف ان مهما كان المصدر ده فيه معلومات كتير فهو هيفتقد بعض المعلومات التانية، واللي انت هتقدر تستوعبها وتقدر تستقيها وتجيبها وتضيفها من مصادر تانية. لكن في الاساس مذاكرتك الاولى بتكون من مصدر واحد. يعني انا بحدد كتاب معين، وليكن كتاب القسم او هندوت من كورس او اي مصدر انا شايف ان طريقه عرض المعلومه فيه مريحه بالنسبه لي، هبدا اذاكر منه من خلال المصدر ده واحاول استوعبه استيعاب كامل واذاكره بالكامل. ثم بعد الانتهاء من المذاكره الكامل اطلع على مصادر اخرى من باب الاطلاع. انا هكون خلاص فهمت المعنى او المفهوم او المطلوب مني خلال مذاكره الشابتر ده، وهقدر ببساطه احط ايدي على الاجزاء الزياده واقدر استوعبها واقدر ازودها بنفسي. في الحاله دي هقلل الجهد والوقت على نفسي، وهقلل كمان اللخبطه اللي ممكن اتعرض ليها خلال مذاكرتي من مصادر متنوعه. فلازم من بدايه السنه الدراسيه احدد المصادر المتنوعه اللي انا اقدر اخد منها المعلومه في الماده دي، ولازم احدد مصدر واحد بس يكون هو المصدر الاساسي لمذاكرتي، المصادر الثانيه تكون مصادر اضافيه بعد المذاكره ما تكتمل عشان ما الخبطش نفسي وامنع عن نفسي التشويش. 5، اختبر قدراتك باستمرار. لازم بعد مذاكرتك لجزء ما، سواء كان جزء نظري او عملي او حتى حل تطبيقي، لازم تمارس الجزء ده بشكل اساسي لوحدك. لازم لو انت بتذاكر جزء نظري تختبر قدراتك على التذكر او على الشرح او على الكتابه، لو بتذاكر جزء عملي لازم تختبر قدراتك على تطبيق هذا العملي بصوره صحيحه، ولازم كمان تدور على الاسئله اللي ممكن تيجي في الجزء ده لها عشان تتأكد من فهمك الكامل للمعلومة. 6، كرر المحاولة. اعرف انك مش هتقدر توصل لاعلى نتيجه ممكنه من اول مره، وان الثمره النهائيه مش بتيجي من ضربه حظ. لازم تكرر مره واثنين وثلاثه، وتعلم نفسك انت الصبر على المذاكره، لانك وارد جدا تقابل نص دراسي يبقى صعب عليك، خصوصا لو بتذاكر لوحدك. وارد جدا تلاقي حته زياده ما تقدرش تستوعبها بشكل كامل. وارد جدا تيجي تحل سؤال ما تعرفش تحل. وارد تيجي تشتغل عملي ما تطلعش النتيجه اللي انت عايزها من اول مره. لازم تحاول مره واثنين وثلاثه. وفي الحاله دي ما ينفعش تبص لاي محبطات ممكن تكون من حواليك. مالكش دعوه بفلان اللي عملها من اول مره وجابها صح، مالكش دعوه بفلان اللي جاب النتيجه النهائية من أول مرة. فلازم تحترم قدراتك وتعرف انك بتتعامل مع شيء مختلف غير نظام الثانويه العامه خالص، وتقدر تجيب فيه تقدير لو قدرت تتعامل معاه بصوره صحيحه. واللي بيخلي ناس كتير ما تجيبش تقديرات في الجامعه انهم بيتعاملوا مع الجامعه على انها زي الثانويه العامه، نفس الاختبار نفس الطريقه نفس النتيجه مضمونه بسيطه، ما انا جايب 99%. لا، ده اختبار غير ده، ده سباحه وده تعلم صيد، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. فلازم تعامل ده بطريقته ولازم تعامل ده بطريقته. المهم في الاخر انك تحاول مره واثنين وثلاثه وما تستسلمش من اول مره، مهما كان درجاتك في الاول، مهما كان شغلك، مهما كان
عشان الكميه اللي بتحصلها. اعرف ان ده طبيعي وان كلنا مرينا بالتجربه دي، بس المهم تحاول مره واثنين وثلاثه لغايه لما توصل للي انت عايزه. طبعا احرص على المراجعه، لازم يكون عندك دايما خطه لمراجعه الجزء اللي انت ذاكرته. ما ينفعش تذاكر جزء في شهر وبعد كده تسيبه 3 شهور لحد ما ترجع تذاكره مره تانية فتلاقي نفسك نسيه. لازم دايما يكون عندك جزء بسيط من وقتك تحدده لمذاكره الجزء اللي انت ذاكرته قبل كده وحل امتحانات عليه مره تانية عشان ما تفقدش الجهد والاثر اللي انت بذلته قبل كده، وعشان ما ترجعش تبذل الجهد ده مره تانية. دي هي النصائح السبعه المفروض تعملها عشان تحقق الاستفاده الكامله وتضمن النجاح وكل سهوله ويسر. لكن اهم من النصائح دي كلها انك لازم تستحضر نيه خير وانت بتذاكر، ولازم دايما تطلب التوفيق والسداد من الله عز وجل ان يكون دايما معاك ورزقك التوفيق والسداد في كل خطواتك. كان وانت طالب طب اسنان وحابب نفس النصائح السبعه دول، احنا معاك من خلال شرح كامل لكل تفاصيل الماده من البدايه حتى النهايه. اخيرا لو الفيديو ده عجبك ما تنساش اللايك والشير ومنشن لاصحابك، ولو عايز تنضم لينا اتفرج على الفيديو اللي فات عشان تقدر تملى الفوق. انا هشام السعودي ودي منصه دكتور اتش.